عودة مرة أخرى لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي. الوفدان الأمريكي والروس لدى الأمم المتحدة تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن أزمة المدنيين المحاصرين في مدينة حلب شمالي سوريا. وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة أنه يشعر بعدم وجود رغبة أو استعداد على وضع حد للإرهابيين في سوريا وفصلهم عن المعارضة المعتدلة. فيما أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتفاقية الروسية السورية حول نشر مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا للبرلمان للتصديق عليها. دكتور غادة، تأثير التضارب وتبادل الاتهامات بين روسيا وأمريكا على الوضع في سوريا، وأيضا توقعاتك حول الاتفاقية الروسية السورية التي أحلها فلاديمير بوتين للبرلمان. ما الخناقة دي زي أي خناقة بتحصل بين اتنين بيقسموا التورتة. يعني قبل رمضان بشهر، يمكن يعني من شهرين فاتوا او ثلاث شهور، امريكا اعلنت ان هي هتقوم بتدريب او هي امدت المعارضه المعتدله بالسلاح وبعتت قوات من عندها علشان تدربهم، وده كان تصريح غريب ومتناقض مع كلمه معارضه معتدله. يعني منين معتدله ومنين سلاح؟ ومؤخرا لما عملوا الهدنه بتاعه وقف اطلاق النار، المعارضه هي اللي رفضت الالتزام اللي هي كانت الاسبوع اللي فات، واستمرت في الضرب. قلنا كتير ان هذه ليست معارضه معتدله، هذه فصائل متطرفه ما لهاش اي علاقه بالاعتدال، وممكن كمان ما لهمش اي علاقه بسوريا، ما هماش سوريين، لكن هم توابع بقى الشيعة مع السنه والصراع الازلي ده. مؤخرا عرفنا ان الصين شاركت هي كمان في القوات اللي بعت مع القوات اللي بعتتها روسيا في الضرب. فهنا هيبتدي بقى الصراع على التقسيم، لان ما اتوقعه لسوريا في الاخر ان هي هتتقسم، هتبقى في تقسيم فيدرالي، مجموعه اقاليم هتبقى تابعه تحت السياده الامريكيه ومجموعه اقاليم اخرى تحت السياده الروسيه. هذا الاتهام مقدمه لهذا الاتفاق علشان تنتهي بقى سوريا. سوريا كانت يعني قوة عظمى تانية جنب مصر زمان، أي ما كان في وطن عربي، فتنتهي بقى سوريا إلى الأبد.